يعني هو في البداية عايز أقول إن المجموعة دي هي أفقر المجموعات الثلاث، الأفقر تهديفيا والأعلى والأكثر تعادلات سلبية. ده في الأسبوع ده ولا على طول؟ في لحد الأسبوع العاشر، في الـ10 أسابيع. هل لك أن تتخيل وتتصور أن التعادلات السلبية ضعف التعادلات الإيجابية؟ فمعنى كده أن ده أن الأهداف قليلة، فهي أقل من أهداف المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، فبالتالي الخوف والارتعاش وحاجات كتير قوي بالنسبة مجموعة للجهاز الفني. شعبية معلش وجماهيرية وكل و90% لعبوا دوري ممتاز، بل الأولمبي حصل على الدوري الممتاز. يعني أنا عشان يبقى عندي قبل مواجهات النهاردة والمواجهات الأسبوع ده 21 تعادل سلبي، يعني إيه؟ أنت داخل خايف تتغلب. انا بكتب وراك على فكره الارقام اللي انت بتخبيها. لا ما انا بتكلم انت النهارده بعد ماتشات الاسبوع ده 23 تعادل سلبي مقابل 11 تعادل ايجابي. فحتى التعادلات يعني الايجابيه قليله جدا. عدد مرات الفوز 46 فوز فقط، 138 هدف. بعد الطريف ان هم الاسبوع ده هو اعلى تهديف من المجموعه الاولى والثانيه، ومع ذلك الافقر تهديفيا على مدار العشر اسابيع. لسه المجموعه الثانيه هتستكمل غدا. يعني ده كمان ايه، ده اقل من المجموعه اللي لسه ما جابتش جوان بكره بتاعت المجموعه الثانيه. 120 هدف. فبالتالي انت عندك النهارده لا محتاجين ان هم يتجرأوا اكتر، محتاجين ان هم يلعبوا اوبن جيم بشكل كبير، لدرجه ان اهداف الشوط الثاني يعني يمكن ثلاث ارباع اهداف الشوط الاول. لا الحرص كتير جدا، الحذر كتير قوي عند المدربين. النهارده انت عندك 10 اجهزه و10 مدربين اتغيروا من خلال 6-7 انديه في المجموعه. النهارده انت عندك عدد اللعيبه اللي بتسجل اهداف قليل في كل فرقه. بلديه المحله الفريق الوحيد في الثلاث مجموعات اكتر فرقه اكتر لعيبه بتجيب جوان. 11 لاعب، 11 لاعب مسجلين. فدي يعني بيلعب جيم يعني بنحييه عليه. يعني بالنسبه لمباراه نابارو والحمام، هي تزامنت في نفس التوقيت في مباراه غزل المحله، عامل نفس الجيش. نفس العمليه، نفس الريمونتادا، مغلوبين 2 كسبوا 3-2. ومرتبط ايضا للكابتن عبد اللطيف الدوماني نجم المحله. طبعا. الطريف برضو ايضا يا دكتور ان نابارو اول مره تهتز شباكه في ملعبه. يمكن هو كسب المباراه بس اول مره تهتز شباكه في نفس الوقت. دي اول هزيمه للحمام برضه خارج ملعبه. ان هو في كان كسبان 2. بس عامل شغل عالي جدا بصراحه. الحقيقه طبعا عاملين شغل كويس قوي. فالحقيقه يستحق نابارو ان هو يفوز على ملعبه. وعلى فكره نابارو انا بقول لك دلوقتي صعب جدا جدا يتغلب على ملعبه طوال الموسم. فالفرقه اللي عندها بتراهن على ملعبها دي سلاح بالنسبه لها. يعني على الاقل خالص البرو ما على الاقل. وطبعا الدوماني يعني جاي بقى من سبع، هو صعد بانديه من القسم الثالث للثاني بسبع مرات. سبع ده ملعب نابارو ده، هو اكتر واحد. طبعا فيستحق طبعا ان هو يستحق المكسب. وعندهم ما شاء الله لعيبه اكتشاف. الغريب ان انا لما سالت كابتن احمد قصاص عن اللاعب سمانه من احسن اللعيبه في المجموعه، للاسف الشديد طلع اعاره مش بتاعهم. يعني الراجل ده ممكن يمشي في يناير ويمشي في اخر السنه. فنتمنى لهم كل توفيق وبنبارك لهم ونقول هارد لك للحمام. الحمام عندهم لعيبه كويسه قوي وعندهم اصرار وعناد. عندهم محمد معوض اللي سجل الهدف الاسبوع اللي فات من اللعيبه الكويسه جدا، ونتمنى لهم التوفيق. والاداره بصراحه العمده عدلي والعمده ابراهيم ونور وراهم في كل مكان. أكيد بصراحه يعني كان الله في العون يعني طبعا.